شبابنا الأعزاء، عدنا عن القطعة الخارجية والكل تسأل عن القطعة الخارجية. مبدئيا خليني أقول لكم، القطعة الخارجية إذا تردون تحصلون بيها 10 من 10 فلازم تكون عندكم ترجمة. هاي إذا تردون تضمنون 10 من 10. لا توجد طريقة قواعدية لحل القطعة الخارجية نهائيا. شلون، ما لون، ليش، ما ليش، ماكو. هاي بعد انتهت، هاي انتهى النقاش بهاي السالفة. لا توجد طريقة قواعدية لحل القطعة الخارجية. لو تأذنون كان شنو الأستاذ، يعني نعزل نبطل يعني؟ لا، اكو طريقة نضمن لكم بيها. انا اضمن لكم الستة، 6 درجات. فوق الستة كل من وبخته. فنجي هسه للطلاب اللي يردون هاي 6 درجات. انا هسه قاعد اشوف هنا ورقة سودة ما اعرف اترجم نهائيا، وصايرة هوسة علي يا استاذ. هاي الورقة انا شلون راح اترجمها؟ قلت لك احنا ما نعرف نترجم. طيب شلون راح نحل اذا ما نعرف نترجم؟ ها، نجي هنا اكو طريقة قديمة نستعملها. شنو هاي الطريقة القديمة؟ بالبداية لازم تعرف انه اذا اجاني اسم ولد دورات نقول عليه هي، واسم البنية نقول عليها شي، والغير عاقل ات، والجمع ذي. خوش، فهنا شو نسوي؟ يعني دورات نلقى هنا اسم ات، هنا غير عاقل، وهكذا. انا هسه ما اعرف اترجم، اجينا عس عشان هاي، اسف، اجينا على السؤال الاول. ايش قرأت بي؟ قرأت بي وي ايت. اجي اشوف هذا الكلام وين موجود. لما دورت على الوي ايت، اسف، لما دورت على الوي ايت لقينا هنا ويت وبصفها ايت. خوش، هاي وحدة. وبعد ولقينا هنا وي بس ما بيها ايت، وهاي الوي هم بيها ايت. هاي الثانية، وهنا عندنا الوي ايت بس هاي بيها تكملة. زين، اذا عندنا 3 جمل بيها الوي ايت، انا شو اسوي؟ فنشوف ايش راح اسوي انا هسه استاذ. شو اشتغل؟ اشتغل على هذه، لو اشتغل على هاي، لو اشتغل على الاولى. هنا أنا منو عنده اقتراح او منو عنده راي خلي يقول. ما حد عنده أنا راي؟ أقول له أستاذ، يعني أقدر أنزل الجملة الأولى مال we eat vegetables and fruit. ها، هنا أنا راح نستعمل الجملة الأولى. ساد ليش يعني استعملت الجملة الأولى؟ لأن الجملة الثانية هي جملة مطولة، فأكيد إنه هاي ما ترهم لها، لأن هو يقول what do we eat، فأكيد الجملة الأولى. إذن الجواب راح يكون الجملة الأولى. أستاذ أنا محليته هيك نقطة سريع. سعيد، مو صح أستاذ؟ ننتهي تمام. بنقطة. هاي ما دام احنا حليناها خلاص ننساها بعد. نروح للسؤال زين الثاني. أستاذ، لين مكررة أكثر من مرة يعني الوي إيت؟ لازم نختار أول نقطة لقيناها؟ لا، مو شرط نختار اول واحدة، حسب الملائمة. يعني الجواب السؤال قصير، اذا الجواب يجب ان يكون ايضا قصير. يعني أستاذ جوابها صحيح ما نغير بها أي شيء بعد. هسه الجواب صحيح خطأ ما نعرف، بعدين نصحح. احنا قاعد نشتغل هسه بالموجود. نروح الى ماشي. رقم 2، why food necessary؟ من يقول لي يا سطر؟ يلا نعم شبابنا، أستاذ، أقدر أجاوب وياك؟ لا انت تفتح المايك وانا اقول لك تفضلي. من البداية زهراء امجد، شو تقولين زهراء امجد؟ طب نحذف الواي وبعدين لا ننزل لا 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 الفود. لا 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 لا، انت قاعد شو اسمه تريد تحليها بطريقة الترجمة، واحنا قلنا الجماعة اللي ما عندهم ترجمة خليه يتوكل على الله. نروح الى عبير محسن. تفضل
نعم أستاذ. شو تقولين عبير؟ أخلي جواب food is هاي تكملة يا السطر الثاني. السطر السطر الثاني الثاني هنا عندنا food، العفو is food necessary، وهنا عندنا food is necessary. اي نعم أستاذ. أنا شو أسوي؟ آخذ الجواب من النقطة إلى النقطة. أنا ما أعرف أترجم حالياً، أنا ما أعرف أترجم، ولهذا يعني شفت إنه هاي متطابقة ياها بالكلمات، آخذها من النقطة إلى النقطة. هسه صح غلط بعدين نسولف. نجي إلى أكو أسئلة يصيحونها أسئلة الترو فولس. شنو هاي أسئلة الترو فولس؟ شلون أحلها؟ إذا لقيت الجملة نصاً موجودة بالقطعة، ما مختلف حرف واحد، هاي نصاً موجودة، أكتب ترو. ما موجودة نصاً أتركها. ليش أستاذ تتركها؟ لأن احتمال استنتاجية. وصلت الفكرة؟ أستاذ جوابها يعني صح هسه؟ هاي موجودة نصاً؟ نعم موجودة نصاً. إذا موجودة نصاً أكتب عليها ترو. زين أستاذ وإذا ما موجودة نصاً؟ نتركها، نكتب عليها ترك لأنها استنتاجية. رقم اثنين أستاذ منك شنو السؤال؟ شنو السؤال؟ ما احنا قلنا عيفوا، قلنا عيفوا الأسئلة بعدين، بس يلا بخدم سؤالك. من نكتب الجواب أستاذ يعني سنخلي نقطة؟ كيف ترين؟ خليني ترين، ما خليني، مو مشكلتنا هاي. تجي هنا على النقطة الرابعة، هاي الجملة موجودة نصا would can be in different groups. نعم أستاذ صحيح أستاذ موجودة، موجودة نصا مثل ما هي، إذا هاي اكتب عليها ترو. المشكلة أنتم اختاريتوا لنا واحدة سهلة، نردناها صعبة. نجي على رقم خمسة. What should we choose؟ هذا الحكي وين موجود؟ أستاذ موجود يمكن بالنقطة الثامنة. السطر الثامن عندنا we should choose. حلو زين. منين راح يصير جوابنا؟ يبدي من food is من النقطة إلى النقطة، ها يعني مو منها، لا من النقطة إلى النقطة. زين أستاذ بالجملة الثانية ليش ما خليناها من النقطة إلى النقطة؟ يا جملة الثانية مال ليش؟ هاي نقطة، هاي نقطة، شلون مو من النقطة؟ شاي مو نقطة هاي؟ أها اي استاذ ما شفتها. لا احنا نريد الانتباه قوي يكون. زين وين نروح بعد؟ نروح الى النقطة السادسة. ترو فولس موجودة نصا، نصا لا استاذ بها يمكن خطأ، مو موجودة يعني نصا. لا مو نصا، مو نصا، مو نصا، هاي مو نصا، اكتبوا عليها ترك، مو تكتبون عليها فولس، اكتبوا عليها ترك. ليش استاذ ترك؟ لان هاي اذا مو موجوده نصا معناها استنتاجيه، ما تنحل الا بالترجمه. نعم استاذ. يعني استاذ انا هنا مو مخيب بالتروبل والفولس. شلون يعني؟ يعني صار من انطاني جملة استنتاجية، اراد من عندي ترو او فولس، زين انا اكتب قدامها ترك، ما ينطيني صفور؟ لا مو انت عندك حق تتركين واحدة. اها زين استاذ الاستنتاجية تجي بس بالصح والخطأ، لو هم تجي سؤال وجواب، هم تجي سؤال وجواب، بس اذا انا قاعد اقول لك شلون تعرفي استنتاجية اذا لقيتيها ترو فولس والجواب ما موجود نصا. هنا عندنا سؤال، لا سؤال جواب، هل تجي استنتاجيه؟ زين شلون اعرف استنتاجيه؟ الجواب ما راح تلقين كلمات متشابهه. هنا
يقول اعطي عنوان الى القطعه، شلون انطي عنوان الى القطعه؟ هاي خليها اخر شيء. زين نجي هسه اريد اصحح لنفسي، ماذا نحن ناكل؟ الجواب نحن ناكل الفواكه والخضروات. هاي حصلنا درجتين، وايضا بها تكمله ونحن ناكل الحيوانات، منتجات الحيوانات واللحوم. بس هسه انتم اذا كتبتوا بس هاي حصلتوا درجتين، هاي درجتين، حسبوا يعني درجتين. يقول لماذا الطعام ضروري؟ هنا الطعام ضروري لنا من اجل العيش والتحرك والعمل. اذا هاي اثنين، اربعه. يقول الطعام هو المفتاح الوحيد للحياة السعيدة. صحيح. أنا بالنسبة لي عندي أهم شيء بحياتي هو الطعام. هنا أنا يقول الطعام يمكن أن يكون في مجاميع مختلفة. صحيح. الطعام يمكن أن يكون في مجاميع مختلفة. هسه هاي هم درجتين. هسه احنا لحد الآن خلف نكمل هاي. يقول ماذا الطعام، العفو، what food، ما هو الطعام الذي يجب أن نختاره؟ يقول الطعام شيء أساسي، ونحن يجب أن نختار الطعام الصحي الذي ينتمي إلى مجاميع مختلفة. هسه هنا أنتم حصلتوا 20، العفو 10 من 10، حصلتوا 10 من 10. أنا ضمنت لكم الستة، بس هنا اختارتون أنتم أصلا قطعة سهلة. تعالوا خلينا ندور قطعة صعبة، اختاروا لنا سنة. سنة 2017. 2017 سنوات قديمة أحسن. 2017 هاي ما تتردون تمهيدي لو دار أول تمهيد استاذ. تمهيد جيد. اوكي هاي القطعه. انا هسه ما عارفه ترجيم اويلي، قاعد اشوف قطعه سودة. يا شايفين لما تكون القطعه هيك صايره سودة بوجوهكم، وما قاعد اشوفه هنا. انا هسه قاعد اشوف القطعه سودة، كلش سودة. شلون استاذ تاليتها؟ تاليتها تعالوا خل نرتبها. أول سؤال عندنا هنا، أنا ما أعرف أترجم. أنا عندي what was traveler carrying، هذا الحكي وين موجود؟ النقطة الأولى. traveler carrying was، يقول traveler was، وهنا عندنا carrying حكي ذهب. إذا يصير جوابي من النقطة إلى النقطة، أنا ما أعرف أترجم، هذا جوابي. بعدين نصحح لأرواحنا نشوف هذا الكلام صح ولا غلط. اثنين، Why was traveler afraid of the thief؟ هذا الحكي وين موجود؟ أستاذ أجاوب ما رخصتك؟ يا سطر. رسالة. أستاذ.
شلون؟ استاذ ورا السيندلي. لا لا يا سطر، السطر الثاني عندنا كلمة ثيف. زين ثيف، لقيت ثيف هنا، أنا بقية الكلمات وين هنا؟ الثالث، السطر الثالث عندنا ترافل. ما عندنا بقية الكلمات، على أي أساس اختاريتوا هذا؟ النقطة السابعة، السابعة ترافل ميدانيكال ثيف. عندنا بس كلمتين بس، وين الأفريد؟ وين الأوف؟ وين البوز؟ ما موجودات. شوفي هسه احنا هنا عرفنا انه هاي استنتاجية لان كلمات ما موجودة بيها، هاي كلمات ما موجودة فعرفتها استنتاجية، وما دام استنتاجية اكتب عليها ترك. زي استاذ سؤال، نعم اذا طلعت هاي اسئلة استنتاجية عندنا بهاي الحالة احنا شو راح نسوي؟ لا بهاي الحالة طلاب اكو طريقة راح نفهمكم عليها، بس خلينا نكمل هسه. هاي الترو فولز موجودة نصا؟ شنو؟ آسف شباب، لا لا استاذ موجودة. إذا أكتب عليها ترك. لا ما استاذ، بس صار عندنا اثنين تركي بعدين أفهمكم. What did thief order traveler؟ هذا حكي وين موجود؟ ثالث، السطر الثالث. زين سؤال، الثيف وينها؟ شو ما موجودة ثيف؟ معوض عنها بالهي، احنا مو قلنا دورات يعوض عنها؟ اذا الجواب راح يصير من النقطة الى النقطة. زين استاذ، اذا كلمة واحدة موجودة واثنين ما موجودات، اي مو هاي نعتبرها استنتاجية. ها يعني فورس؟ لا لازم نختار الجواب. أي. كل الكلمات انت قاعد تسألين على السؤال والجواب، لو على ترو فورس؟ لا على على ترو، على ترو فورس. مثل كلمه واحده موجوده وكلمتين ما موجودات، يعني نكتب فورس. تمام، نجي هنا. What foolish thing did thief do؟ هذا حكي وين موجود؟ هاي ايضا استنتاجيه فنكتب عليها ترك، بس صار عندنا وايد ثلاثه ترك. اي انتظروني دقيقه، نجي على العنوان. تعرفون شلون تختارون العنوان؟ نعمل الشيء اكثر شيء متكرر. لا مو شيء اكثر متكرر، هذا التايتل. من يكون تايتل معناها اعطي عنوان. شلون اسوي عنوان؟ إذا لقينا اسم علم، أحمد، سامي، هاشم، ندى، هذا أخليه عنوان. زين وإذا ما عندنا، أشوف الكلمة الاسم المتكرر. يعني مثلا عندي كلمة ترافولا، ترافولا كم مرة متكررة؟ واي شوفي أكتب هيجي، أكتب ترافولا. ها هذا كده بس، هاي أكتبها، هذا عنوان. خوش حكي؟ نعم استاذي. نعم يعني استاذ انت هنا قصدت الثيف، يعني ارجع شوي فلاش باك. الثيف انت يعني انطيته الضمير هي. زين اني يعني مباشره ماكو غير واحد بالهي، بس هو بالقطع مبين. اي اكتب عليه هي. تدرين ليش؟ بس احنا وين رجعتينا؟ رجعتينا لهاي النقطه. وين راحت؟ ثلاثة. لا مو ثلاثة، هاي هي اوردر. عندي اوردر ترافولا. انا من شفت اوردر وترافولا معناها مليون بالمية الثيف معوضها بالهي، واحنا قلنا الهي تعويضية. زين تعالوا خلينا نسولف هسه. شنو نسولف؟ ساد هسه احنا لقينا ثلاث اجوبة وهاي عليها ست درجات، هي هاي ضمنت لنا اياها. زين البقية نتركهن يعني عيفهن؟ لا، انتم ما تعرفون اي شيء.
نجي على هاي نرجع الدور على هاي الثاني. احنا ضمننا الستة بس نجي على هاي احنا ما نعيفها فارغة. هاي الجملة ماكو ابد من شيء متكرر، يعني حتى لو هسن عادي خلينا كلمة ما موجودة. اريد جملة بيها ترافلا وثيف ووز موجود. نعم عندي هنا ترافلا بس بقية الكلمات ما موجودة. عندي هنا ثيف بس بقية الكلمات ما موجودة. عندي هنا ترافلا وعندي ثيف. اختار هاي بس انا ما اعرف اترجم بس اختاريتها. زين نروح وين؟ نروح الى ترو فولس. ترو فولس مثل ما قلت لكم دائما تكتبون عليها ترك. نروح لهاي تركناها. عندنا فولش ثينك ثيف دو. همات اكو جمله بيها ثيف؟ استاذ النقطة السابعة بيها ثيف. النقطة السابعة، النقطة السابعة اخذناها حليناها يوم السادسة عندنا بيها ثيف. اذا جوابي راح يصير من النقطة الى النقطة. هاي كلها اي كلها. تعالوا خلينا نصحح لارواحنا هسه. اول وحدة، ماذا المسافر كان يحمل؟ الجواب اللي اختاريناه ان المسافر كان يحمل حقيبة مليئة تماما بالمجوهرات الثمينة. اذا هاي درجتين تمام، حسبوا يعني صار عندنا درجتين. اثنين، لماذا المسافر كان خائف؟ هاي وين قلنا جوابها؟ قلنا السابعة مو؟ يقول المسافر قتل اللص وهرب وأنقذ المجوهرات. للأسف طلعت غلط. الروح المن هاجن عليها ترك. ماذا اللص أمر المسافر؟ بماذا اللص أمر المسافر؟ قلنا الثالثة، هو أمر المسافر أن يسلمه الحقيبة ويقول saying that وإذا رفض بأنه سوف يطلق عليه النار. هاي درجتين صار أربعة. نروح إلى رقم خمسة. رقم خمسة حليناها احنا مو؟ نعم استاذ. يا حليناها هي بستة. يقول ما هو أغبى شيء قام به اللص؟ الجواب، اللص فاجأه العفو تفاجأ ونظر للخلف لرؤية اللص الآخر. من يكون؟ هاي درجتين، جواب صحيح، صار عندنا ست درجات. وين نروح؟ نروح إلى القطعة، اختارينا ترافولا. بالمناسبة لا تضيفون السؤال مال كون يعني اعطي عنوان للقطعة، ترى هاي مساعدة جاي بيها. هنا هاي درجتين صار عندنا 8/10. صار واضح لو لا؟ نعم استاذ. هاي قطعة خارجة هاي للي ما عنده ترجمة. زين واللي عنده ترجمة استاذ شلون؟ اللي عنده ترجمة ناخذ المحاضرة الجاية شلون تحلوها بطريقة الترجمة. كم واحد بيكم؟ كم واحد بيكم؟ كم واحد بيكم؟ خلنا نسولف. كم واحد بيكم عند ترجمة؟ أستاذ أني بس الصراحة يعني ما أعرف شلون أطبقها، ما أعرف الخطوات اللي أسويها. So you can't speak you can't speak English very well very well. Yeah maybe. Oh, maybe. So if you have a good language, the next time, the next lecture, I will teach you how to solve this question with your interpreting translation. Okay, I'm waiting. Listen next. Okay. Listen, yeah. أستاذ أنا عندي بس قليل يعني أطفال يعني هم يحجون الأكسنت مالتهم كل زين يعني حتى هم مرات هم يساعدوني.
بس أعرف يعني أعرف شوية يعني. إذا المحاضرة الجاية اللي هي يوم الخميس إن شاء الله اثنينكم ناخذكم محاضرة وحدكم حتى تتعلمون شلون تحلوها وشلون تطبقون عليها وتحصلون درجة كاملة. زين تمام إن شاء هسه الله. ايش راح نسوي؟ الطلاب اللي حلوا اللي ما عندهم ترجمة راح أدزلكم راح توقف لي هنا. أنا اليوم محاضرة تنتهي وماكو محاضرة بالليل، ما أخذنا قواعد ما أخذنا شيء. اليوم راح أدزلكم قطعة خارجية، اليوم هسه هسه راح أدزلكم قطعة خارجية الأجوبة ترسلوا لي إياها على الخاص الساعة 9 بالليل وباشر أيضا كل يومية أدزلكم